السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غادي نهضروا على لي ديكسيونير. اول حاجه غنديروا الكرياسيون الباركور الموديفيكاسيون ولي زوبيراتور بوسيبل في ان ديكسيونير. من بعد غادي نديروا واحد التمرين باش نفهموا مزيان. بالنسبه للكرياسيون ديال واحد ديكسيونير فكنكتبوا الفاريابل اللي باغي ندير في هذا الديكسيونير كنديروا ايغال وكنديروا جوج ديال كيرلي بريسز وفي الداخل كنكتبوا واحد شين دو كاركتر ولا سترينغ كنديروا فيها شي قيمه كنديروا جوج نقاط كنكتبوا الفالور اللي بغينا وكنديروا فاصله وكنعاودوا نفس الحاجه حتى نعمروا الديكسيونير بلي فالور اللي باغين. بالنسبه للباركور فتقريبا كيشبه لي ليست فكنديروا فور اي ان دي اللي هو مثلا الديكسيونير ديالنا كنديروا جوج نقاط كنرجعوا نحترموا لاندونطاسيون. من بعد مثلا بغينا نافيشيو لي فالور اللي كاينين في الديكسيونير كنكتبوا برينت دي دو اي. غير في هذه الحاله اي ما كتمثلش الاندكس وانما كتمثل الكي. بالنسبه لي زوبيراتور اللي ممكن نخدموا بهم فما كاينش بلس والفوا وانما كاين الان والنوت ان اللي كيرجعوا لنا واحد البولين فاليو. مثلا بغينا نشوف واحد القيمه واش كاينه في واحد ديكسيونير فنديروا برينت ديك القيمه ان دي مثلا وكترجع لنا واش ترو ولا فولس. بالنسبه للموديفيكاسيون ولا لاجو ديال واحد الفالور في ديكسيونير فالسينتاكس هو هكا كنكتبوا السميه ديال ديكسيونير مثلا دي وكنديروا entre deux crochets le key اللي باغي نبدلو فيه الفالور و كنديروا ايغال الفالور اللي بغينا. وفي هذه الحاله الا كان الكي كاين في ديكسيونير الفالور غادي تبدل و الا ما كانش كاين في ديكسيونير كتزاد واحد الكي جديد مع ديك الفالور الجديده. هذا التمرين بسيط بزاف درناها غير باش نعرفوا كيفاش نتعاملوا مع واحد ديكسيونير. اول حاجه نديروا ديفينيسيون ديال الكونت اللي غتشد واحد شين دو كاركتر نسميوها اس. فاول حاجه نبداو بها هي نشدو واحد ديكسيونير غنديرو خاوي. شنو غنديرو في هاد ديكسيونير؟ نديرو فيه لي فويل فنديرو ا نديرو جوج نقاط نحطو زيرو نفس القضيه او الوغ بعد ما حددنا هاد لي فويل في ديكسيونير وعطيناهم لا فالور 0 غنستعملو واحد فور لوب بالنسبه لشين كاركتر اس فور اي ان اس ولا نستعملو بزاف ديال الاف والالف ستيتمنتس. اف اي ايغالز ا الوغ دي ديال ا بلس ايغال 1 الف اي ايغال اي بعد ما حددنا هاد لي زيليف كاملين فغادي نرجعو هداك ديكسيونير جديد ريتيرن دي. مثلا ندير واحد تيست مثلا print count مثلا شي شين د كاركتر بحال ان اكزامبل يوتيل ف تشوفو وعطانا القيم هادوما.